مؤسسة المنزل ومن المطبخ إلى غرفة المعيشة، وأيضا فقرة لها علاقة بتصاميم الديكور وأيضا الاختيارات المتعددة، بعض الفروقات إن وجدت، كل ذلك من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ حمدي حمو، أيضا متخصص ومصمم ديكور منزلي. أستاذ حمدي، أسعد الله صباحك بكل صباح خير. صباح الخير، شرفنا بقدومك. الشرف لي أكيد. غرفة المعيشة أنا حبيت أن يكون في تقدمة، أنه كنا في المطبخ الآن من خلال الربط المباشر، وننتقل إلى غرفة المعيشة وارتباطها أيضا بفصل الشتاء. في فروقات معينة لها ارتباطات بشكل موسمي تحديدا، إن تحدثنا بهذا الشأن؟ هلأ هي أكيد بشكل موسمي يختلف. خلينا نحكي إحنا كأجواء أو بيئة، إحنا عنا هون بالأردن تختلف من موسم إلى موسم، من فصل إلى فصل. نختلف إحنا خلينا نقول تحديدا بالصيف أو بالشتاء. في كمان برضو في عنا مواسم، خلينا نحكي مثلا زي رمضان والأعياد وهذا الحكي، كلها بيختلف عنا التنسيق والنظرة العامة للبيت. بيجي عنا مثلا احنا التركيز اليوم عنا على غرفة المعيشة. غرفة المعيشة كونه هي المكان الأساسي عنا في البيت، المكان اللي احنا أكثر وقت بنقضيه، سواء رجال البيت أو ستات البيت، الأطفال، الأسرة، تجمع الأسرة، هو المكان اللي احنا مؤخرا كمان صار حتى الضيوف عم نستقبلهم بغرفة المعيشة تبعتنا. بطل في شوي عنا رسميات، كونه حتى المساحات الشقق والبيوت عنا تقلصت عن زمان، فصفت غرفة المعيشة هي خلينا نحكي المركز الأساسي وعصب البيت. والغرفة الرئيس. الغرفة نعم. الرئيس بالضبط. نعم. هلا ليش الغرفة الرئيس؟ لأنه كل هاي الأسباب وكل حياتنا موجودة في هذا المكان، فبالتالي خلينا نحكي إحنا اهتمامنا وتركيزنا عليها هي أكثر إشي مثلا ممكن من المنزل. دائما إحنا بدنا أهم منظر جمالي لها. إحنا الآن مشاهد بعض صور لتصاميم داخلية منزلية تحديدا بغرفة المعيشة. بالضبط بالألوان المختلفة. هلا بالضبط إحنا عندنا بغرفة المعيشة دائما بنحاول نركز إنه إحنا لما بدنا نعمل غرفة المعيشة بدها تكون أكثر مكان مريح وعملي. هدول أهم نقطتين عندنا إحنا بغرفة التصميم، غرفة المعيشة مريح وعملي. فبنبدأ مثلا باختيار الألوان اللي بدها تكون عندنا مناسبة بهذا المكان. بنلجأ دائما أو النصيحة خلينا نقول اللي هو نعتمد الألوان الحيادية المحايدة، ما نروح لألوان صريحة وواضحة ومباشرة، دائما بنروح على الألوان الحيادية. ليش الحيادية؟ لسببين. يعني أول ممكن نذكر الآن ما هي الألوان الحيادية؟ يعني خلينا نحكي تضمين. إحنا بنحكي مثلا بالرمادي، بنحكي بالبيج، بنحكي بالبنيات، بنحكي بألوان خلينا نقول يعني عملية. يعني إحنا نوظف الآن حديثنا من خلال الصور اللي إحنا نشاهدها الآن. لأن إحنا مشاهد ألوان حيادية تحديدا. عم نشاهد ألوان حيادية. نعم. من حيث سواء رمادي، كحلي، اللي هي خلينا نحكي لو أي تركيب تاني بيجي عليهم بيطرأ عليهم تغيير، لو غيرنا شوية إكسسوارات، غيرنا شوي مثلا بالمخدات، بألوان المخدات، بالسجاد، بهاي الأشياء بتغير عندنا الشكل العام. نعم. يعني لكن لو العكس كان عندنا مثلا كنباي بلون خلينا نحكي أحمر أو أخضر أو أصفر، هاي صعب كتير إنه إحنا نرجع نتأقلم عليها ونضلنا نجدد فيها. بلس إنه إحنا بيجي عندنا مرحلة اللي هو خلينا نحكي كونه إحنا بنقضي أكثر ساعات وقت فيها أو من النهار فيها، في أحيانا نوصل لمرحلة الملل، فدائما نحتاج إحنا لتغيير في هذا الفراغ. جميل. هلا كمان برضو من خلال الصور اللي استعرضناها كان في عندنا اكثر من سيناريو خلينا نحكي او اكثر من طريقه كيف مثلا ممكن يكون عندنا كنبات غامقه، كنبات فاتحه، ايش ممكن ننسق مع ايش. بالاضافه في نقطه مهمه كمان احنا لازم دائما بنحاول نكون حياديين في هذا المكان، اللي هي انه هاي الغرفه بتنمو معنا. كيف يعني بتنمو؟ بتنمو بمعنى انها بتتطور. خلينا نقول كل سنة بنضيف عليها شغلة، بنجدد عليها شغلة، قطعة إضافية على سبيل المثال، لون إضافي، إكسسوارات إضافية. يعني خلينا نحكي لو شمع، أوقات في شمع، أوقات في اكسسوارات، فازات، ايش مثلا ممكن احنا بنطور عليها لهي الغرفه. لا احنا مشاهد تصميم مبدئي قبل ما هذا خلينا نحكي بهاي الصوره. في عندنا هون مثلا عم نحكي احنا عن انواع او تشكيلات، كيف احنا مثلا ممكن عندنا انماط من غرف المعيشه. جميل. بحيث انه في عندنا مثلا في احدى الانماط مثلا هاي الغرفه في فيها كان في عندك اولاد صغار، مثلا ممكن يكون فيها ديسك صغير او طاوله للدراسه او كذا، بالاضافه الى مجموعه كنب. في غرفه ثانيه اللي هي اللي بتكون فيها اجتماع
اجتماعات او عدد كبير من عدد افراد الاسره موجوده، ومثلا في عندنا فيها فاير بليس ومع التلفزيون اللي هم النقاط جميل. الاساسيه والمحوريه في هاي يعني الغرفه. هون استاذ حمدي اسمح لي، كونه انت تحدثت عن الانماط والتصاميم المختلفه، بالضبط. هناك من يتحدث لانه الشيء مرتبط بالاذواق تحديدا، بحكي لك انا منتمي للمدرسه الكلاسيكيه المنزليه تحديدا، في شيء مرتبط بالمدرسه الحديث المودرن التطوير صحيح. والتجديد الان، حتى وان كنا نتحدث عن مدرسه كلاسيكيه محافظه بعض الشيء، كيف ممكن نطور من خلالها؟ هلا كيف ممكن نطور؟ هي اوريدي تطورت بحيث انه صار مثلا مولنا في بعض البيوت مفتوحه المطبخ على غرفه المعيشه، هذا التطور خلينا نحكي اللي هو جذري، بحيث انه انت عندك كل الـ خلينا نقول الخدمات او الاستخدامات اللي انت ممكن تستعملها موجوده عندك في هذا الفراغ، سواء بالمطبخ سواء بالمعيشه، التلفزيون مفتوح على الجهتين، لازم يكون في عندنا شوي خلينا نحكي تناسق بين الجهه اليمين والجهه الشمال او يعني المقابلين لبعض، بحيث انه في عندنا تطور لهاي نعم. الاستخدام. كيف والان ممكن؟ سمر انضمت لنا بالختام ايضا في وجهه نظر انثويه راح تكون كثير المعلومات. انا كنت عم بحكي لمجحم انه الليفنج روم تحديدا غرفه نعم. المعيشه اهم مكان بالبيت كله 100%. في ناس مرات بالشتاء بيناموا فيها 100% كلياتنا بيحضروا فيلم بيناموا فيها. سمر بالمناسبه بجوز احنا اول ما نفتح باب البيت نتوجه مباشرة لغرفة المعيشة، إذا مش صحيح. للمطبخ ترى على حسب المود على حسب الآن لغرفة المعيشة صحيح. فأعتقد أنه في اهتمام، أعتقد الاهتمام بيكون تحديدا بغرفة المعيشة. بس أنتوا عم تلاحظوا أستاذنا أنه هلأ حاليا بالتصميم تبع البيوت عم بيعطوا المساحة والفخفخة وكل الاهتمام لغرفة الضيوف، تعرف إحنا ثقافتنا غريبة يعني صحيح. مع أنه بفوتاج يعني أنت بتعرف كلياتنا صارت نمط حياتنا ما بيجي عندنا غرفة موسمية صارت. فقديه مهم أنه حتى بنمط المعمار يهتموا بأنه غرفة المعيشة هي الأساس يعني وسعوها أكثر يعطوها حقها. إحنا أكو أبرز المشاكل اللي إحنا نواجهها في البيوت بغرف المعيشة بالجديد خلينا نحكي غير الضياء، إنه هي ما فيهاش حيطان، ما فيها حيطان بمعنى ما عندي انا قاعده او خلفيه احط عليها تلفزيون، في عندك مثلاً. موزع على 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 البيت موزع على على غرف النوم، هاي راح عندك حيطين يعني ضل عندك. نرجع الان للتصاميم الهندسيه تحديدا بالبناء يعني ايضا هذا مرتبط المساحات تحديدا صحيح. فبالتالي بصفي عندنا مشكله بانه والله وين بده يكون عندنا مثلا الفاير بليس والتلفزيون اللي هم اهم عناصر موجودين عندنا بغرف المعيشه، وبالإضافة أنه مثلا ممكن يكون في بعض الأحيان ما فيها شبابيك فما في تهوية، طب إحنا هاي المنطقة وهذا المكان هو أهم شيء إحنا صحيح. لازم هو متنفس هو قلب المنزل هو قلب المنزل تحديدا النابض. سمر إحنا رح نترك مساحة ممكن ويكون لنا لقاء قادم موسمي بالمناسبة حتى نتحدث أيضا بالصيف إن شاء الله يعني شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد.